الوالدين، الأب والأم شيء كبير قوي ومهم في حياة كل حد فينا، بس في ظل الظروف اللي احنا فيها دي بيقابلنا مشاكل كتير أو مواقف بتحصل وبنشوفها بس ما بنكونش عارفين نعمل رد فعل عليها. بس النهاردة في حلقتنا وفي برنامجنا رد فعل هنكون معانا رد فعل مشايخنا اللي هيقول لنا وهيوضح الصورة ونشوف رد فعلهم على عقوق الوالدين. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رد فعل. معانا ومعاكم النهارده الدكتور محمد عبد الرب. اهلا تفضلت شيخ. بنقول يا دكتور ولا نقول يا شيخ؟ والله كما يحلو لك يعني. انت منورنا النهارده، ربنا يخليك. الحمد لله رب العالمين. عايزين رد فعل على الظروف اللي بتحصل والمشاكل الكتيره اللي بتقابلنا الايام دي في موضوع عقوق الوالدين. نعم. يعني عايزين نبين للناس مدى اهميه الوالدين في حياه كل حد فينا. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين، ونصلي ونسلم على إمام الأنبياء وسيد المرسلين وبعد. في البداية نشكر لمعاليك ولبرنامجك الكريم ولقناتك المباركة هذه الاستضافة، ونسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم وأن يجعلكم دائما صوتا للحق إن شاء الله. طبعا أيضا نثمن اختيار الموضوع الذي أصبح من أهم وأخطر الموضوعات التي نعاني منها جميعا في بيوتنا والتي تعرض علينا الأسئلة فيها كثيرا، موضوع بر الوالدين. لأن الأمر يعني استفحل بشكل مفزع نتيجة يعني ضعف الإيمان وضعف الوازع الديني وبعد الناس عن الله سبحانه وتعالى شيئا ما، فأصبحنا نسمع عن حوادث مع الوالدين ما يعقل أن يصدق العقل أنها يمكن أن تحدث. يمكن حضرتك في اللقاء الماضي يوم الاثنين واحنا جايين على القناة، ايوه كانت الحلقه ما استكملتش، كانت بالظبط. طبعا حضرتك قرانا في منطقه الاهرام في بنها في الاليوبيه ده بالتحديد، ولدين امهم قاعده على كرسي متحرك بعد ان وقعت على عقد بيع الشقه، يعني اخذ المال ثم القوا بالام في الطريق والعياذ بالله بالكرسي المتحرك. طبعا حضرتك في بعض الناس ما تصدقش، اللي ما بيصدقش ده نتيجة تربيته وأخلاقه ودينه، ما يصدقش إن حد يعمل في أمه كده. أيوة بعيد عن مخيلة أي حد بالزبط. إن توصل الدرجة بالأبناء. نعم. إن هم يعملوا كده. نعم. في أمه. لكن ده حصل. معدي حد من الشباب المحترمين صور الأم على الفور، تحرك رئيس المباحث وتحرك مدير الأمن وقبضوا على الوالدين وجاري اتخاذ الإجراء. ده نموذج من ضمن النماذج. يعني لسه حضرتك واحنا بنتصفح الان يعني برضو مشاجره عنيفه في المحله بين والد وولدي. طبعا الـ 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 القصص يعني كتيره، القصص كتيره ملهاش حاصل، مش هنقدر نختارها، بس احنا عايزين نسلط الضوء شويه على الموضوع. هقول لحضرتك على حاجه. اولا احنا بنوجه رساله الاول للابناء لان هم العامل الاهم والاساسي في هذه القضيه. لما نيجي ربنا سبحانه وتعالى حضرتك مثلا عشان نقرب الموضوع نعمل مؤتمر كبير لأي قضية، ما تسلسل الموضوعات على حسب ترتيب بتترتب حسب الأهمية، مش كده؟ موضوع الأهم في المهم. لما نيجي في القرآن الكريم نلاقي رب العالمين سبحانه وتعالى بعد ما يتكلم عن أهم وأخطر قضية كالإسلام ليحققها في المجتمع اللي هي الوحدانية لا إله إلا الله، بعد أهم وأخطر قضية يقول وبالوالدين إحسان. فالترتيب للأهمية، أولا وحدانية الله، طبعا ده الـ 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 الأساس الذي يبنى عليه الإسلام. طب والأساس الثاني بر الوالدين. ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء بيقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، وفي سورة الإسراء يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، بعد توحيده الوالدين وبعد وقضى ربك برضو الوالدين. الله، الوالدين بعد الدعوة إلى الوحدانية. أيوة طبعا. طب إيه السر إن ربنا سبحانه وتعالى غالبا ما يدعو إلى بر الوالدين بعد توحيده؟ العلماء قالوا إن السبب المباشر في إيجاد حضرتك وإيجادي وإيجاد الإخوة المصورين والمخرجين كل الناس اللي بيسمعونا، السبب المباشر مين؟ الأب والأم. لكن السبب الأولي هو ربنا سبحانه وتعالى. فالإنسان إن لم يكن محترما ومكرما ومطيعا للسبب المباشر اللي شافه بعينيه الأب والأم اللي هم سبب وجوده، فلن يكرم الإنسان ولن يطيع الإنسان السبب الأولي في وجوده وهو الله رب العالمين. ولذلك حضرتك دايما القرآن ربنا سبحانه وتعالى لما كلمنا قال أنشكر لي. طب وبعد منك مين يا رب؟ ولوالدي. إلي المصير. يعني إيه إلي المصير؟ يعني إن كنت عاقا لهما مصيرك إلي لأجزيك على البر أو على العقوق والعياذ بالله.
طيب في نقطة مهمة جدا جدا لازم نتطرق ليها في قضية بر الوالدين، برضو رسالة للأبناء، اللي ايه يا حضرتك؟ بنسميه الجانب الروحي في بر الوالدين. معاني حضرتك ما بنتطرقش إليها كثيرا في موضوع بر الوالدين، اللي هو ايه؟ قلنا قبل كده إن الأب والأم يد الله التي ترعانا في هذا الكون، هم إيد ربنا سبحانه وتعالى اللي ترعانا في الكون، ربنا بيرعانا في صورة الأب والأم، ماشي؟ ضربنا مثل قبل كده، قلنا لو حد عندنا في المكان اللي احنا شغالين فيه في القناة أو في أي مكان بنعمل فيه، حتى لو في وظيفة متدنية، لكن احنا عرفنا إن العامل ده قريب رئيس القناة أو رئيس الشركة، هنهتم بيه محدش يقدر يزعله ونجبر بخاطره حتى لو في خطأ ممكن يعني عشان في توصيات عليه، ما بالك بقى ان ربنا اللي موصينا. لو نزل الرئيس القناة حط منشور ان ده تبعي، طب لو طلع قريبه، طب لو نزل بنفسه ووصى عليه، طب ما ربنا سبحانه وتعالى انزل قرآنا كريما يتلى، منشوره القرآن الكريم يوصي الاولاد على الاباء، على الاباء والامهات، يبقى لابد ان يكرمه. فالأب والأم هم إيد ربنا التي ترعانا في الكون. فالإنسان اللي بيعق أبوه أو أمه يعق أولا يد الله، اللي ما بيسمعش كلام أبوه وأمه هو يعصي ربه تبارك وتعالى أولا، فهم إيد ربنا اللي بترعانا في الكون، فلا بد أن نكرمهما وأن نكون بهما بارين وأن نكون مكرمين لهما إكراما وطاعة لله تبارك وتعالى. طاعة الوالدين من باطن طاعة الله تبارك وتعالى أولا، دي أول حال. في جزئية برضو مهمة كمان، إن الأب والأم صفاتنا ربنا سبحانه وتعالى وضعهم في هذه المنزلة تعبير ونموذج مصغر من رحمة الله بنا. بمعنى إيه؟ مهما حضرتك أسأت إلى الأب أو الأم، بدر منك، صوتي عليه، اتكلمت كلمة رحمين بيا بيزعلوا مني، ده نموذج مصغر من رحمة، من رحمة ربنا. من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم في كثير من الأحاديث القدسية دايما ربنا يختم ويقول إيه؟ وعزتي وجلالي وأنا أرحم بعبادي من رحمة الأم بولدها. اشمعنا الأم؟ لأنها أرحم قلب بغيره بأبنائها. فلما ربنا سبحانه وتعالى حب يعرفنا مدى عظيم رحمته، ملقاش مثل يعني يقرب به المعنى لنا غير رحمة الأم بابنها أو رحمة الأب بابنه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوة عندما وجد المرأة تحتضن والدها مسك ابنها كده وضمها، فالنبي حب يعلم الصحابة قد إيه رحمة ربنا. طب النموذج اللي قرب برحمة ربنا سبحانه وتعالى ملقاش غير إيه؟ هذا المشهد. النبي بيقول لأصحابه إيه؟ أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ في حد يعقل إن الأم دي ممكن تمسك ابنها تلقيه في النار؟ قالوا ألا يا رسول الله؟ قال لله أرحم بعباده من رحمة الأم لولدها. فالأب والأم نموذج مصغر من رحمة الله سبحانه وتعالى. ده احنا لازم نلفت الانتباه لنقطة مهمة، النبي علمنا إن رحمة ربنا بجزء، ربنا أمسك عنده 99 ونزل جزء واحد للدنيا اللي بيترحم بيه عالم الإنس وعالم الجن وعالم الحيوان وعالم الطير وعالم البحر وكل ما خلق الله، كلنا بنترحم بجزء من 100 جزء من رحمة ربنا. الله. طب لما نيجي نقيس الأم، أم حضرتك، أمي، أم المشاهدين، لما يكون الكون كله بيترحم بجزء من رحمة الله، يبقى الجزء اللي في قلب الأم دي قد إيه؟ لا يذكر، ما نعرفش نحسبه. طب أيوة الأم في عاطفة كبيرة أو عاطفة شديدة بين الأم وأبنائها. نعم، فما بال حضرتك التسعة وتسعين جزء اللي عند ربنا يبقوا قد إيه؟ دي حاجة. أيضا الأب والأم أستاذة فاطمة ربنا سبحانه وتعالى جعلهم نموذج، ودي برضو رسالة للأبناء، أبلغ دليل على سند الله ولطف الله بنا. كان مولانا الشيخ الشعراوي له جملة جميلة جدا جدا من القواعد المأثورات بتاعته، كان دايما يقول لا يحمل الهم من له أب. أيحمل الهم من له رب؟ ممكن حضرتك أو أنا أو الإخوة المشاهدين أو المصورين المخرجين كل الناس اللي سمعنا ممكن يبقى له أب موجود في بيته أو في شقته على حسب المكان اللي بيسكن فيه. ليه. الأب ده يعني ملوش أي مغنم مادي، يعني ما بيشتغلش، ما بيدخلش فلوس، ما بيساعدنيش ماديا ولا معنويا ولا أبدا، بالعكس أنا اللي بأنفق وأنا اللي بأصرف وبملو أكله وشربه وعلاجه وطعامه، أنا اللي أقوم على خدمته. هي دي الجزئية اللي احنا بنتكلم فيها. طول حضرتك ما هو عايش دايما انا حاسس ان انا ليا سند، حتى حضرتك لو ما كانش في دخل مادي ليه، حتى لو كان ضعيف مش قوي، بس في ابناء، معلش اختلف مع حضرتك في الحته دي، يعني في ابناء علشان هم اللي بيحسوا ان الاب خلاص بقى قعيد او الاب خلاص محتاج لهم بيتمكنوا من الجزئيه دي اللي هو خلاص ما عادش ان انا اديلك خلاص انا في عاد عندي مسؤوليه
تجاه ناس تانية احق بيها منك. أبناءه فهي دي اللي احنا عايزين ابنائه وزوجته، فهي دي اللي احنا عايزين نسلط عليها الضوء او نوجهها رساله للشباب اللي طالع الجديد، ان هم دول اللي انفقوا عليك وانت صغير، هم اللي رعوك وانت صغير، فزي ما هتعمل فيهم هتلاقي ولادك هيعملوا بالظبط كده. حضرتك الاب والام دايما بنسميهم ايه؟ العكاز او السند اللي الانسان بيتكئ عليه. السند ده لو انت اهملته، لو انت هجرته، ما اديتش حقه، السند الاعظم هيتخلى عنك ويتركك تواجه شدائد الحال اللي هو ربنا سبحانه وتعالى. زي ما حضرتك بتقول، ولذلك في قضيه الاب والام وصفاطمه بالذات، القضيه دي دون كل قضايا الاسلام، ربنا سبحانه وتعالى هي الاهم. ربنا سبحانه وتعالى حكم بقاعده كما تدين تدان. عارف حضرتك اللغه الشعبيه بتاعتنا كله سلف ودين. لو انا استلفت من ابويا عقوق ولادي هيردوا لي عقوق، لو انا استلفت من ابويا بر ولادي هيردوه ليا بر. نقول جمله جميله جدا جدا جدا، مثلا لما نتكلم مثلا في قضيه الزواج المبكر، من فوائده ان الاولاد لا، في حاجه خاصه رساله نوجهها للابناء تجاه الاباء، حتى لو ابويا كبير، حتى لو ما بقاش يكسب، حتى لو طلع معاش، حتى لو فقير، حتى لو ضعيف. بيقولوا للرجل العربي ايه فوائد الجواز المبكر؟ قال ايه؟ ان تنجب ابا. انا انجب اب؟ لا يا سيدي، انجب ابن. قال لك لا، ان تنجب ابا، يعني ولد يبقى اب زي هقول لحضرتك. انا ايه فوائد الجواز المبكر؟ ان انا انجب اب؟ لا يا سيدي، انجب ابن. لا، ان تنجب ابا يرعاك في طفوله شيخوختك. ان انا انجب، مش هانجب ابن، ده انا بانجب اب. هو ابن ده هيبقى ابويا امتى؟ لما انا اكبر. بس امتى ابني يبقى ابويا؟ ماشي، لو انا اب لابويا وحنين على ابويا. واخده بال حضرتك ازاي؟ ولذلك حضرتك في بيتك، في بيتي، قرايبك، قرايبي، اصدقائك، في كل المجتمع، القضيه دي القضيه الوحيده اللي هي كما تدين وتدان. هل جزاء الاحسان الاحسان؟ بص يا استاذ، لا يمكن ان تجدي عاقا لوالديه يموت بخير، ولا يمكن ان تجد برا لوالدي يموت ميتة سوء. ده النبي عليه الصلاه والسلام فتح القضيه وخلاها على مصراعيها. قال لنا كلام جميل جدا، قال ايه؟ فليفعل البار ما شاء ان يفعل فلن يدخل النار، وليفعل العاق ما شاء ان يفعل فلن يدخل الجنه. لو انا كويس مع ابويا اعمل انت. الرسول مش بيفتح باب المعصيه، لا، ده بيقول ان اهم باب من ابواب مغفره الذنب ورضا الله هو بر الوالدين، مهما كان الخطأ. موضوع كبير ولازم نتكلم فيه باستفاضة أكتر. بس هنطلع فاصل ونخش بضيفنا اللي جاي متأخر. نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم الموضوع الجميل مع شو. ربنا يكرم. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين في موضوع حلقتنا، وهو عقوق الوالدين، الموضوع اللي شاغل كل الناس. بس هنرحب بضيفنا الشيخ محمد السعد الازهري. ازيك يا شيخنا، مشرفنا النهارده. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. حضرتك بقى ظروفك جت معانا كده الدهري كل مره يعملها معانا. الحمد لله. كنا بنتكلم قبل حضرتك وقبل الفاصل في موضوع عقوق الوالدين، وازاي هو الموضوع بيأثر على الابناء في الدنيا. نعم. فنبدأ بقى مع حضرتك وتوضح لنا الصورة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كما جعل الله عز وجل له حقوقا على العباد، جعل للعباد حقوقا على بعضهم البعض، فجعل للزوجة حقا على زوجها، وجعل للزوج حقا على زوجته، وجعل للجاري حقا على جاره، وجعل للوالدين حقوقا على أبنائهم، وجعل للأبناء حقوقا على والديهم. ومن أهم وأعظم هذه الحقوق هذا الحق العظيم الذي حينما ذكره الله عز وجل ذكر معه الأنبياء والمرسلين، فقال سبحانه وتعالى: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وقال على لسان يحيى، وقال على لسان سيدنا عيسى بن مريم: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقال على لسان سيدنا نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فالله سبحانه وتعالى أوصانا ببر الوالدين وعدم العقوق، بل قرن
بر الوالدين بعبادته سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء شاب يا أستاذة فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أباه يا دكتور، ويقول له: إنني أضع المال وفي الصباح أجد المال ناقصا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يطلب هذا الأب المدعى عليه، وإن أمر المرار أن يدعي الابن على أبيه أو على أمه، أو يقف الأب أو الأم أمام القضاء بسبب الأبناء أو البنات. فإذا بهذا الرجل قبل أن يأتي ينزل أمين السماء جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا محمد، إن والد هذا الشاب قال كلمات في نفسه لا يعلمهن إلا الله، فإذا أتى فاسأله عنها. فلما جاء الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمات في نفسك لا يعلمهن إلا الله. فقال الرجل: والله لا يزال الله يزيدنا فيك يقينا يا رسول الله، لقد قلت في نفسي: لقد كنت ضعيفا وكان قويا، فكنت أقدمه على نفسي، وكنت غنيا وكان فقيرا، فكنت لا أبخل عليه بمال، واليوم أصبح له أخوات ضعيفات لا أستطيع على الإنفاق عليهن، فأستعين من مال ولدي لأنفق على أخواته، أفيعيرني ولدي بذلك ويشكوني إليك يا رسول الله؟ فتأثر النبي من هذه الكلمات وأصدر حكما نبويا لا رجعة فيه إلى يوم القيامة، فقال له: أنت ومالك لأبيك، ومش أنت بس ومش فلوسك بس، أبوك أنت ومالك لأبيك، وأبوك ياخد حباب عينيك من جوة. لماذا؟ لأن هذا حكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تعيش سعيدا في الدنيا وفي الآخرة فعليك أن تبر والديك وتبتعد كل البعد عن عقوق الآباء وعن عقوق الأمهات. أحسنت يا شيخ محمد، صلت الضوء. طب شيخ محمد برضو دكتور محمد، طب لعقوق الأبناء دول له أثر طبعا في الدنيا بتظهر على الأبناء، ممكن حضرتك توضح لنا؟ أولا يعني علشان برضو نفتح باب الأمل برضو للأبناء من باب بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا، أولا نقدم البشارات المترتبة على بر الأبناء بالآباء، وبعد كده نقدم نؤخر الإنذار والحديث عنه. حضرتك كلمت كلام جميل جدا، إن بعض الأبناء لما الأب بيكبر أو بيضعف أو إلى آخره بيحصل له نوع من الضجر أو نوع من التأفف، وممكن يقدم أولاده وبناته وزوجته على أبوه على أمه، مش كده؟ تمام. لو كان هؤلاء الأبناء يعني عندهم مسحة من هذا الدين قرآنا أو سنة لعلموا أن الرزق الذي قد يبخلون به على الوالدين، الوالدين دول أصلا أحد أهم أبواب زيادة الرزق في الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام له حديث جميل، حديث صحيح في مسند الإمام أحمد، بيقول: من أراد أن يزاد له في عمره وأن يبارك له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. وحديث صحيح في صحيح الإمام البخاري: من أراد أن ينسأ له في أثره، يعني ربنا سبحانه يطول في عمره بالبركة ويوفقه إلى طاعة الله، وأن يبسط له في رزقه، ربنا يبسط رزقه وماله ومرتبه وتجارته، فليصل رحمه، وأعلاها درجة الوالدين. فدي رسالة للأبناء. دايما بنقول جملة جميلة جدا أستاذة فاطمة، بنقول إيه؟ أنا مش محتاج يبقى معايا فلوس علشان أنفق على الوالدين أبدا، ده أنا محتاج أنفق على الوالدين عشان يبقى معايا فلوس. دي قاعدة، مش عشان يعني الأنفاق على الوالدين مش شرط بالفلوس، حتى بالكلمة طبعا بالكلمة الطيبة، نعم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهم الوالدين باب من أبواب، من أعظم أبواب زيادة الرزق والبركة في العمر، دي أول حاجة. الأمر الآخر، الوالدين دول الأبناء اللي هو ممكن يكبر ويتأفف منه، لابد أن يوقن أنهما من أهم أسباب تفريج الكرب
وتيسير الحياة وأن تسير فيها بلطف الله ويفتح الله عز وجل لك من خزائنه. الرسول علمنا زي ما مولانا الكريم طبعا أعلم منا في ذلك، الثلاثة الذين دخلوا إلى الغار، كان في من كان قبلكم الرسول علمنا كده، أغلقت الصخرة أغلقت باب الغار، فلازم كل واحد يتقرب إلى الله بعمل صالح حتى تفرج هذه الصخرة. أول واحد تكلم قال إيه؟ قال يا رب كان لي أبوان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما ولدا ولا زوجة، محدش يأكل ولا يشرب من أولادي وزوجتي قبل أبوي وأمي، فجئتهما في ليلة فوجدتهما نائمين وأولادي يتضورون جوعا، أولادي بيعيطوا من كتر الجوع، أنا ما تعودتش، تعودت أن أبوي وأمي يشربوا قبل أولادي، فظللت أحمل الطعام حتى أذن للفجر وقام أبواي فأطعمتهما وشرب ثم بعد ذلك أطعمت أولادي، إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ومرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة. حضرتك الأب والأم من أهم أبواب زيادة الرزق والبركة في العمر وتفريج الكرب. الأمر الآخر لابد أن نلتفت إليه أن الأب والأم أحد أهم أسباب مغفرة الذنب ورحمة الله في الدنيا والآخرة. من اللي علمنا كده؟ الرسول علمنا ذلك في الحديث الصحيح، يطلع على الدرجة الأولى فيقول آمين، وعلى الدرجة الثانية فيقول آمين، وعلى الثالثة فيقول آمين. أول مرة النبي يعمل كده، انتهى النبي ونزل ثم صلى، فقال الصحابة يا رسول الله سمعنا منك شيئا لم نعد عليك من قبل، على الدرجة الأولى قلت آمين، والثانية قلت آمين، والثالثة قلت آمين، ليه الحكاية؟ فقال جاءني جبريل وأنا أصعد على الدرجة الأولى فقال يا محمد بعدا أي عن رحمة الله، قلت من يا أخي يا جبريل؟ قال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له قل أمين، فقلت أمين، نسأل الله أن يبلغنا رمضان. ثم صعدت على الدرجة الثانية فقلت بعدا عن رحمة الله، قلت من يا أخي يا جبريل؟ قال من أدرك والديه أحياء فلم يغفر له. اللي ما يخليش الأب والأم وجودهم أهم سبب وداعي مهما كانت ذنوبي، ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي بسبب بر بيهم. ثم صعدت على الدرجة الثالثة فقال جبريل بعد وفي رواية رغم أنف عبد، قلت من يا أخي يا جبريل هذا الذي يبعد عن رحمة الله؟ قال من سمع اسم محمد فلم يصلي عليه قل أمين، فقلت أمين. فهم أهم سبب بركة الرزق، بركة العمر، تفريج القرب، ومغفرة الذنب. حتى أستاذتنا العزيزة كلام جميل جدا 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 جدا، الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول وأنا أسير في الجنة سمعت شابا يقرأ القرآن الكريم فذهبت إليه، هذا الشاب كان من المسلمين، ده مين؟ حارثة بن النعمان، في مكانة عالية في جنة الله ويقرأ القرآن والنبي يسمعه ومن معه من أهل الجنة. طب ليه يا رسول الله؟ إيه اللي عمله؟ يعني حكايته إيه؟ تصدق قد ايه ولا زكى قد ايه؟ قال لا، كان بارا بامه، ولذلك وضعه رب العالمين تبارك وتعالى في اعلى مراتب الجنه بسبب بره لامه. كمان في حاجه مهمه جدا حضرتك، وانت جاي على القناه واخونا الشيخ الفاضل واحنا وكل الناس اللي بيسمعونا، مهما ساق الله عز وجل اليك من رزق، لما حضرتك وانا نازل احود على امي او على ابويا والله انا رايح المكان الفلاني او نازل لعملي، وطبعا امهاتنا وستاتنا بالكلام والدعاء الشعب البسيط بتاعنا بلغتنا الجميله دي، روح يقول لي روح يا بنتي ربنا يوسع عليك ويرزقك برزق اولادك ويوقف لك ولاد الحلال. بالله عليكي لو اجتمع الكون كله على ان يمنعوا عنك رزقا ساقه الله الي، الدعوه دي كفيله ان تحطم كل المعوقات. ولو اجتمع الكون كله على أن يضروك في عملك أو في مالك أو في تجارتك أو في أي شيء تحبينه، الدعوة دي كفيلة أن تقف سياجا متينا يحميك من ضرر الناس ومن مكر الناس ومما يحيكه الناس لك أو لي أو لكل إنسان بر بوالديه. ليه؟ لأن من الثلاث دعوات التي لا ترد ودعوة الوالد لولده، دعوة الأب لأولادي دعوة لا ترد، يعني تكفي هذه من المنازل. علشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام خلى اللي بيسعى على أبوهم وعلشان أكلهم وشربهم ولبسهم ودواهم وطعامهم في منزلة الشهيد. الشاب الفتى القوي الجلد لما الصحابة عدوا عليه قالوا لقوا يعمل بجد وهم ونشاط، فبقول يا رسول لو كان هذا في سبيل الله، فظن الصحابة إن سبيل الله الذي يحمل السلاح ويدافع عن الأرض، لا ده أعلى درجات الشهادة،
الجندي جندي الجيش أو الشرطة الذي يقف في الداخل أو الخارج في البر أو البحر يدافع عن تراب هذا الوطن وعن شرف هذا الوطن حتى يقف وحتى يؤدي رسالة. ده أعلاها درجة. بس في شهيد ممكن إنسان لو مات في حالة معينة برضو يؤجر أجر الشهيد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال مين؟ إن كان هذا الشاب خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. يبقى الشاب اللي متأفف من أبوه وأمه وهو بيجري علشان يوفر لهم الجنيه أو لقمة العيش أو اللبس أو الدواء لو مات وهو يعمل بنية أن يكون برا بوالديه فله أجر الشهيد عند الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. أحسنت يا شيخ. طب شيخ محمد، عايزين نوضح بس صورة للناس مش عارفة ايه الفرق بين بر الوالدين وطاعتهما. يعني انا عايزة اوضح الصورة، لان في ناس بتقول ما انا بسمع كلام بابايا ومامتي خلاص يبقى انا كده بر بيهم. مش الشرط ان انت تسمع كلامهم حتى لو الكلام ده غلط او صح. الطاعة نفسها هي ايه؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ البر اولا هو ان تتفقد احوالهم ليلا ونهارا، أن تلبي كل احتياجاتهم. أما الطاعة فالطاعة للوالدين واجبة على الأبناء وعلى البنات في كل شيء إلا فيما يغضب الله عز وجل. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. احنا عندنا الأب والأم يحتاج من الأبناء أن يتفقد أحوالهم، يحتاج من الأبناء أن يلبي احتياجاتهم، يحتاج من الأبناء أن يقدم لهم كل ما يحتاجان إليه بدون دجر وبدون عنف وبدون تأفف. ما يقولش أف أنا عملت كذا أو أف هو ما فيش لنا اللي أعمل كذا، كل هذا خطأ. لذلك أتذكر الآن قصة لسيدة، هذه السيدة وضعها أبناؤها في دار المسنين، ولكن إذا بالسيدة تطلب ابنها فيأتي على دجر، فقال لها هل تحتاجين شيئا يا أمي؟ قالت نعم يا ولدي. كل مرة كان بيسألها نفس السؤال يا دكتور، تقول له عايزك كويس، عايزك طيب، عايزك سعيد، الكلام اللي أمهاتنا بتقوله وإحنا عارفينه. لكن هذه المرة قالت نعم يا ولدي. قال ماذا تريدين يا أمه؟ قالت أريد فرشا فإن الفرش قد أكل أبداننا، وأريد مروحة فإن الجو هنا شديد الحر. فقال الابن يا أمه أتطلبين ذلك وأنت على مقربة من لقاء الله؟ قالت والله يا ولدي لا أطلبه لنفسي، إنما أطلبه لك أنت حينما يأتي بك أولادك إلى هنا، فإن البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اصنع ما شئت كما تدين تدان وبالكيل الذي كنت به تكتهد. الحسن البصري يروي لنا قصة جميلة جدا حتى يصل الأمر إلى الجميع صغارا وكبارا. يرى جنازة يحملها أربعة أفراد، فقال يا للعجب سأكون خامسهم. أربعة ما فيش غيره، أربعة بس. فعندما ذهب ودفن هذا الميت إذا بالحسن البصري يسألهم لماذا أنتم أربعة؟ قالوا لا نعلم، إن هذه العجوز استأجرتنا، وكمان العجوز استأجرتكم، يعني مش جايين انتوا بس بنية الثواب. فوقف يعني اندهش لهذا الامر، فوقف وتركب العجوز، فاذا بالعجوز جسيت امام القبر ونادت يا رب ما لي سواك يا رب هذا ولدي. قال حينما اموت ضعي خدي على التراب وضعي قدمك على خدي الاخر وقولي هذا جزاء العبد العاصي الذي بارز الله بالذنوب والمعاصي. يا رب هذا ولدي البلد كلها تعلم أنه كان يعقني، لكنه تاب منذ أيام قليلة، فليس لي سواك يا رب
أن تنقذ ولدي. فإذا بنداء من داخل القبر يقول لها: يا أمه اذهبي وعودي فإني وجدت ربي أكرم الأكرمين. الله، أي جمال بعد هذا. أيوه. بر الوالدين رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة. إن لم نعود إلى الله عز وجل ونتقي الله سبحانه وتعالى في الوالدين الذي قال عنهم النبي كما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب يعجل الله له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة إلا العقوق وقطيعة الأرحام. اللي بيعق والديه قاطع للأرحام. الأب والأم الأمان في الحياة في الدنيا وفي الآخرة. أمك حضنها أمان، أمك لمستها شفاء، أمك هي كل شيء في هذه الحياة. لذلك قال الشاعر: لأمك حق لو علمت كثيرك يا هذا لديه يسير، فكم من ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنة وذفير، وكم غسلت عنك الأذى بيمينها وما حجرها إلا لديك سرير، وتفديك مما تشتكيه بنفسها ومن سديها شرب لديك نمير. فآها لذي عقل ويتبع الهوى، وآها لأعمى القلب وهو بصير. الأم يا أستاذة فاطمة، الأم يا دكتور، لو خيرت بين حياتك وبين موتها لاختارت حياتك بأعلى صوتها. كم عملتها بسوء الخلق مرارا، فلما احتاجت عند الكبر إليك جعلتها من أهون الأشياء عليك. شبعت وهي جائعة، رويت وهي قانعة، صعب لديك أمرها وهو يسير. ستعاقب في دنياك بعقوق البنين، وفي أخراك بالبعد من رب العالمين. اسمع لنداء الله: ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. أحسنت يا شيخ محمد. دكتور، عايزين نوضح الصورة برضك لبعض الناس أو بعض الشباب اللي بيقول لا، الأسية أو العقوق اللي احنا بنقدمه لأبهاتنا إن ده بسبب معاملتهم لينا. يعني حد مثلا يجي شاب يقول: أنا بابايا ما كانش بيعاملني كويس أو كان قاسي عليا، فعلشان كده أنا قسيت عليه لما كبرت. وفعلا بالفعل مش عايزين برضو نقول او نتجنى ان في شباب بتتجنى على ابائهم، ان فعلا في اهل بيعاملوا ابنائهم بجحود شويه، فبالتالي بيطلع الابن على نفس النمط ان انت ما قدمتليش حنيه وانا صغير، ان انا اقدمها لك ولما انت تكبر. فعايزين نوضح الصوره دي ليهم. هو طبعا في القضيه دي لازم نوازن، زي اخويا الشيخ محمد في الحلقه قال ان ربنا سبحانه وتعالى جعل حقوق متوازنة على بعضنا البعض. فاحنا طبعا بنتكلم هو ليه دايما بركز على حقوق الأباء، لأن هم أكثر حقا وحقهم أعظم وأهم ومقدم. لكن في نفس الوضع أو في نفس المقابل، في المقابل الأبناء أيضا لهم حقوق على آبائهم وعلى أمهاتهم. لكن احنا بس بننبه قبل ما نتكلم عن حقوق الأبناء، بننبه على إيه؟ حضرتك الظروف التي نعيشها جميعا يعني قد تدفع الأب إلى أن يكون يعني حالته الفقيرة يعني قد تدفعه شيئا ما إلى ألا يعطي ولده ما يحب أو أن يحقق له ما يحب. لكن لازم نأكد على القاعدة دي، أن الأب والأم لم يعطوني أنا كل ما طلبت وما تمنيت، ولكن الأب والأم أعطاني أبي وأعطتني أمي كل ما تستطيع. دي حاجة. الأمر الآخر أن الأب والأم حتى في حالة الشدة أو الغلظة، قلنا في اللقاء الماضي استقر في العقل الجمعي عند الناس جميعا إن مفيش حد يحب حد يكون أفضل منه وأحسن منه إلا الأب لابنه أو الأم لابنه. حتى الإخوة الأشقاء خارجين من القاعدة دي. الأب الإنسان الوحيد الذي يتمنى أن يكون ولده أحسن منه. وبالتالي والدي إذا قصر معي في شيء أو إذا أغلظ علي في شيء أو إذا قسى علي في شيء، لا شك أن الغاية التي يريد أن يحققها هي منفعتي. يريد مني أن أكون إنسانا قويا، أن أكون إنسانا ناجحا، أن أكون إنسانا متميزا، أن أكون إنسانا مرموقا. لكن دايما حضرتك
النصح قد يكون في نوع من الشدة أو الغلظة يقابل بنوع من النفور والتمرد من الأبناء. لا، أبوك عندما يقسو يقسو عليك لمنفعتك ويقسو عليك لمصلحتك، لازم ناخدها من هذا الايه، من هذا الإطار. وإلا طيب، وفي نفس المقابل بنقول للآباء والأمهات إن أولادكم بالفعل ليهم حقوق عليكم، لأن حضرتك عارفة، حضرتك لما نقرأ في بعض البحوث الاجتماعية هتلاقي حضرتك موضوع شرب المخدرات والخروج إلى الشوارع والتمرد والتطرف وما شكل ذلك بيبدأ من الأسرة، نفور الأبناء من معاملة الوالدين فيترك البيت، يتلقفه الفاسدون ويتلقفه المفسدون في الأرض ويتلقفه أصحاب الأفكار المتطرفة فيصنعون منه قنبلة والعياذ بالله يدمرون بها بلادهم. علشان كده الرجل لما راح يشتكي ابنه لسيدنا عمر، فسيدنا عمر أحضر الولد فبيقول له لماذا أنت عاق لأبيك؟ قال له يا أمير المؤمنين، ألي حق على أبي؟ أبويا له حق علي. طب أنا لي حق على أبويا؟ قال له طبعا. طب إيه حقوقي على أبويا؟ قال له كتير جدا، أهمها من أهمها أن يتخير لك أما صالحة، وأن يتخير لك اسما صالحا، اسما طيبا جميلا تنادى به في وسط الناس، وأن يعلمك كتاب الله. قال والله ما تخير لي أما صالحا وسماني ظلوما، دي في بعض الروايات سماني ظلوما في بعض الروايات، وفي رواية سماني جعلا. الجعل حضرتك أعزك الله اللي هو حيوان الخنفساء، وما حفظت شيئا من كتاب الله. سيدنا عمر قال لأبوه إيه؟ عققت ولدك قبل أن يعقك. إذن الموضوع هنا لابد يكون فيه متوازن، بس دايما كفة الأب والأم أرجح، لأن حقهم أعظم وحقهم مقدم، لهم حق البر وحق الطاعة وحق الصلة وحق وحق وحق، لكن في المقابل الأبناء أيضا لهم حق الرأفة والإنفاق والرعاية والرفق واللين. لكن الرسالة الأشد والأهم بنوجهها للأبناء، أبي وأمي إذا قسيا علي في شيء ما لازم الإبن يستقر في عقله أن هذا، ومن يكو حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه، أن دي في مصلحتي وأن دي في منفعتي. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل بر الوالدين موصول حتى بعد الموت، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من أهمها أو ولد صالح يدعو له. الولد الصالح يدعو لأبيه ويدعو لأمي، وبعدين صدقة جارية على روح مين حضرتك؟ على روح أبوي أو على روح أمي. إحنا بنقول ده بر الوالدين، لازم الأبناء يعرفوا إن بر الوالدين من أهم الوسائل التي تشيع الخير في المجتمع. ليه؟ أنا لما والدي يتوفى هعمل صدقة جارية عليه، هعمل بير مية، هعمل كولدير مية، حضرتك هتجيبي جهاز توديه معاد القلب، أخويا الشيخ محمد هيجيب جهاز يوديه مستشفى السرطان، على روح أبويا ودع على روح أمه. يبقى بر الوالدين وسيلة من وسائل إشاعة الخير في المجتمع. بر الوالدين برضو دي رسالة الأبناء، وسيلة لإزالة الخلافات وأن نصنع من المجتمع كله لحمة واحدة. ليه؟ النبي قال إن من أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه، مش يصل أبوه لما أبوه يموت، يصل أهل ود أبيه، أصحابه وأصدقائه كده. هو الموضوع كبير، نعم. بس إحنا مش هنقدر نلمه كله في حلقة، نعم. عايز حلقات وسنين زي ما بيقول، نعم. لأن إحنا مش هنقدر نغير حاجة بقالها، نعم. كتير قوي بتحصل، نعم. بس يا شيخ محمد ممكن حضرتك تقول لنا لو الأب قدم كل اللي في استطاعته للأبناء، يعني نختم بيه حلقتنا إن الأب قدم كل اللي في استطاعته علشان خاطر أبنائه، بس برضك الإبن عنده جزء مفتقده تجاه الأب، طب ده يبقى نوجه له رسالة يعني عشان يرجع عن اللي في دماغه، يعني أو عشان يرجع عن اللي بيسمعه أو بينفذه، نوجه له رسالة نقول له إيه؟ وجه رسالة إلى الأبناء وإلى البنات أن يتقوا الله في الآباء وأن يتقوا الله في الأمهات. هو الموضوع ليس خاصا بالآباء فقط، بل أيضا خاص بالأمهات. كثير من الأبناء والبنات يضربون أمهاتهم في هذا الوقت وفي هذا الزمن، كثر الجحود، غابة الأخلاق، بعدنا كل البعد عن دين الله عز وجل، فأصبح حالنا كما نرى. الأبناء يعتدون على آبائهم، والأبناء يعتدون على أمهاتهم. أصبحنا أننا نرى جيلا بعيدا كل البعد عن نداء ربنا سبحانه وتعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك، عندك أنت مش عند جوز أختك،
ولا عند مش في دار المسنين ولا في دار المسنين. اما يبلغن عندك الكبرى احدهما او كلاهما، الاب بس الام فقط، الاب فقط او كلاهما او الاثنين معا ماشي، اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تكن لهما اف ولا تنهرهما، اللي هو حضرتك بتقولي عليه النهارده، ما نردش على الاب رد عنيف وما نردش على الام رد بقسوه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل اليه وساله يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي، انا بتعامل مع ناس كتير، مع الدكتور، مع الاستاذه فاطمه، مع اعمام، مع عمات، من احق الناس بابتسامتي من غيري، من احق الناس بوقتي من غيري، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. ليه؟ ليه الام ثلاث مرات والاب مره واحده؟ لان الام تعاني من الرضاعه ومن الحمل ومن التعب والمشقه ومن سهر الليالي الكثيره والكثير. ليس هذا تقليلا من حق الاب، بل ان الاب والام الاثنان معا لهما حقوق، لو ظللنا الى قيام الساعه نقدم لهم كل ما نستطيعان في هذه الدنيا لا نوفي حق الاب وحق الام. فندعو الله عز وجل ان يرقق قلوب الابناء والبنات وان يرزقنا البر الذي يدخل الجنه يا رب. وفعلا زي ما حضراتكم قلتوا ان لو قعدنا لقيام الساعه نوضح الصوره او نرجع الناس عن المفهوم اللي هم فيه او عن العقوق اللي هم فيه، برضو في شيء ناقص او في حلقه مفتقدينها، ويا رب يكون الحلقه بتاعتنا فادت ناس كتير. ومن برنامجنا برنامج رد فعل عايزين نضم صوتنا لصوت مشايخ الازهر، شيخ الازهر والبابا، في لا للعنف لا للتنمر، معا للوحده الوطنيه، كلنا ايد واحده مهما اختلفت الديانات او اختلفت الالوان، كلنا زي بعض، مفيش اختلاف بيننا وبين بعضنا، واحنا معاكم في اي حاجه. ومن برنامجنا رد فعل يا رب نكون قدرنا نوضح لكم الصوره او نوضح لكم مفهوم خاطئ. وانتظرونا في حلقه جديده من برنامجكم رد فعل. كنتم منورنا جدا يا استاذ شيخ محمد ويا دكتور. طبعا ربنا يجعل استضافتكم في ميزان حسناتكم يا رب، وان تكونوا دائما صوتا للحق والخير ان شاء الله جميعا يا رب. يا رب مع السلامه.